في فقرته الثانية يقول: أثناء تأديتي لفريضة الحج وبعد الرجوع من منى أديت طواف الإفاضة والوداع سويا، كنت نويت ذلك، هل هذا صحيح؟ يعني أنه أخر، أقول إن كان أخر طواف الإفاضة إلى وقت السفر فإن طواف الإفاضة يجزي عن طواف الوداع. أما إذا كان قدم طواف الوداع بمعنى أنه طاف للإفاضة يوم العيد أو يوم الثاني أو الثالث قبل أن ينهي الحج فإن هذا الطواف للوداع لا يجزئه، لكن يطوف للوداع إذا أراد أن يخرج. طيب،